انا من مطر. انتي في فردوس كنتي كسرتي في تيك توك؟ هكاك باش نعرفوك اختي شكون. اها نقول إلهام، لهم شحال في عمرك يا إلهام؟ نعم شحال في عمرك؟ ما سمعتك اختي. شحال في عمرك؟ مدينة 24 سنة. 24 سنة. ساكنة في الناظور بالضبط النواحي لا في السنتر. الناظور. عازب ولا فايت فيك الزواج؟ عزيزة عازب. وعليكم السلام دريوش. شو المستوى الدراسي ديالك؟ باك بليس 3. باك بليس 3. واش خدامة؟ لا ما خدامش غير في الدار. ربات وبيت. علاش ما خدمتيش؟ حيت منقبة. منقبة؟ ما كيقبلوش منقبات في هذا في الوظيفة؟ يعني كيجي الحال صعيب. هكاك مزيان، يعني مبغيش تخدمي كاع. اه شحال الطول ديالك؟ نعم شحال الطول ديالك؟ طول متر 65. متر 65. الوزن ديالك شحال؟ 59. غير كنيسة 59. قولي واش انت عندك شي مشكلة في السمع في الودنين؟ لا ولا غير ما تسمعيش حيت الريزو ما كاينش؟ شنو؟ واش عندك مشكلة في السمع؟ شنو هو؟ في ودنيك، ودنيك واش عندك فيهم شي مشكل؟ ما كتسمعيش؟ ما كنسمع. لا ما كتسمعيش، كتجعي نعاود الهضرة عصبتيني. لا يمكن، لا غير التليفون عنده الفوليوم ناقص. المهم انا عصبتيني، زيدي في الفوليوم ديال تليفونك. ايوا غير تسمحي لي. راه قريبة ندور فيك. واخا قولي يا إلهام، انتي قلتي منقبة ياك؟ ايه مزيان مزيان اختي مزيان لما تكون منقبة. عمر شي حد ما خطف فيك، ما دوا فيك، ما دويتي فيه انتيا؟ هذه تتخطب. ايوا علاش فسختي الخطبة؟ غير نقول. قولي قولي. كان كيخون. كيخونك؟ مازال ما تزوجتوش باش يخونك؟ اه على مانا. واخا باش حصلتي كيخونك؟ حصلتي ولا قالها لك؟ شنو واش حصلتي ولا قالها لك؟ خويا اللي شافو. خوك اللي شافو وتيقتي خوك؟ لحق حتى حتى هذاك كان ولد عمتي. ولد عمتك؟ اه ما نناقش معاه. انت ريفية ابا عن جد ولا غير ساكنين في الناظور؟ لا ابا عن جد. ابا عن جد ريفية. واخا الراجل اللي بغيتي تتزوجي به شحال يكون في العمر ديالو؟ بين 35 حتى 40 45. ايه و الا كان مطلق تقبلي عليه؟ بدون اولاد. ايه بغيتي داخل ولا خارج الوطن؟ كيما كان. انتي كي داير لون البشره ديالك؟ بيضاء. شحال كتعطي راسك في النقط في الزين في الجمال؟ زوينه بزاف، مويان، ميح يا سميح. ما عرفتش مهم بشهادة الجمال كيقولي زوينه. ما لا واش زوينه؟ زوينه صافي ولا زوينه ولا زوينه بزاف ولا مزيونه؟ راه كاين فرق بين زوينه وزوينه وزوينه، كاين فرق. يعني مقبوله منقبه مزيان مقبوله. شحال تعطي راسك في النقاط؟ ما عرفت. ما عرفتي شي واحد راه فهمتي خصني نعرف باش غنغامر. المهم ما فيا حتى عيب. اييه مقبوله الحمد لله. مقبوله يعني كي كيسخفوا عليك الرجال بغاو يتزوجوك ولا لا؟ بحال داك الشيء. واش كيجيو يخطبوا فيك بزاف وكترضيهم انتيا ولا ما ولا من داك اللي كنخطبوا رجعتي صافي مشى؟ شويه اخا لا ما كاين مشكل. صافي دوزي عندي الواتساب، صيفطي لي المعلومات ديالك في الواتساب. يلا.